يقول ربنا تبارك وتعالى عن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا يبين أن الله جل وعلا له حكمة في أوامره وفي إرساله للرسل، إنما أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه سبحانه وتعالى. وبإذنه هنا الإذن الشرعي، لأن الإذن إذنان: أذن شرعي وأذن قدري كوني. الأذن الشرعي هنا يعني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله الشرعي سبحانه وتعالى. ومثل قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. وأما الإذن الكوني القدري فهو مثل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذنه القدر الكوني، لا يقع شيء إلا بإذنه جل وعلا الكوني. هنا يقول: وما أرسلنا من رسول، جميع الرسل، إلا ليطاع بإذن الله، يعني هذا من رحمة الله، أرسل الرسل ليطيعهم الناس وبالتالي يدخلون الجنة ويطيعونهم بفعل الأوامر وترك النواهي. ولو أنهم، أي هؤلاء المخطئون المنافقون ومن يعني سلك مسلكهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني بعد هذا الذي فعلوه وهو أنهم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وأنهم كرهوا أن يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي لما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أخطأت استغفر، فاستغفروا الله. وأيضا استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. فإذا استغفر لهم الرسول وهم صادقون تائبون فإن الله يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا كاذبين منافقين كما قال الله تبارك وتعالى: سواء عليك أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأنهم منافقون مصرون على النفاق. لكن الله جل وعلا هنا يدعوهم إلى التوبة والإنابة وأن يستغفروا الله تبارك وتعالى بصدق، وبالتالي يستغفر لهم الرسول فيشفع الله رسوله بهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك تائبين، جاءوك نادمين، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هناك من يجعل هذه الآية في زماننا هذا، وهذا لا يصلح أبدا. يعني يقول: إذا أذنب إنسان اليوم أيضا يذهب إلى النبي عند قبره صلى الله عليه وسلم ويقول له استغفر لي، هذا خطأ، لأن الآية تتكلم عن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفرون الله ويطلبون من النبي أن يستغفر لهم، وليس هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يعني أخبر أن النبي قد مات: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلا يصلح هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا لا يقبل منهم أن يطلبوا من غير الله جل وعلا، لا يجوز أن يطلب الناس من الأموات. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا يشمل الأنبياء وغيرهم. ثم إن الآية في المنافقين في قصة معينة. ولو نظرنا إذا أيضا إلى كلمات الآية: ولو أنهم إذ ظلموا، أي ماضي، فعل ماضي، إذ ظلموا أنفسهم فيما مضى جاءوك الآن، والذين يقولون الآن يستبدلون إذ بإذا. ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، أي مستقبلا، كلما ظلم نفسه جاء واستغفر الله واستغفر له النبي، وهذا لا يصلح أبدا. وأما ما يذكره البعض من رواية العتبي فهذه الرواية لا يصلح أن يستدل بها في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وملخص هذه القصة أن أحد أهل العلم قال له محمد بن أحمد العتبي،
وهو في القرن الثالث الهجري، في منتصف القرن الثالث الهجري سنة 54 و200 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 250 سنة تقريبا. هذا العتبي يقول: كنت جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، قال: السلام عليك يا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، قد سمعنا الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند ربي أن يغفر لي. يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف الأعرابي، ذكر بيتين من الشعر وانصرف. يقول العتبي: فنمت، يعني غفيت، أغمضت عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا عتبي، الحق بالأعرابي فبشره أن الله شفعني فيه. أولا هذا ليس بحديث حتى يستدل به، وإنما هي قصة منام، وبعد 250 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل مثل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون. حتى لو صحت هذه القصة فلا يمكن أن يعطى حكم شرعي بناء على قصة مثل هذه أبدا. فالقصد أن الآية فيما مضى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما،